السلام عليكم أعزائي الصغار. حكايتنا اليوم أحمد والبطة. كان يا مكان كان طفل اسمه أحمد يعيش في قرية مبنية من طين تحيطها أشجار الزيتون والتين. بيوتها قد صفت بازدحام، كانت قرية بسيطة يا سلام. لكن الحب مزروع فيها والخير يعم أهاليها. وأحمد له من العمر 4 ومن الإخوة والأخوات 7، قد عاشوا في بيت دافئ صغير وناموا على فراش من حصير. ونامت مع أحمد بطة صغيرة كان يحبها من كل قلبه، يلعب معها ساعات طوال. وقفت الأم محتارة في أمرها، نظرت إلى صغيرها: يا أحمد العب مع بطتك خارج البيت، إن بيتنا صغير لا يكفي لخزانة وسرير. حمل أحمد بطته الصغيرة قاصدا ساحة القرية، ولعب هناك لحظات مع البطة ألعابا جميلة. لكنها كانت لحظات قليلة، فقد أزعجته العربات والسيارات والجرارات والجرافات، فكادت تدوسه مع صديقته فتقضي عليه وعلى رفيقته. عاد أحمد إلى البيت غاضبا، وجهه من الخوف يبدو شاحبا. قص على أمه قصته وعاد يلعب ثانية مع بطته. لكن والدة أحمد غضبت ومن اللعب انزعجت، وطلبت ثانية من أحمد اللعب خارج البيت. احتار أحمد ماذا يصنع، وخطرت على باله فكرة. أحضر ورقة بيضاء ومواد تلوين صفراء وزرقاء وخضراء، ورسم عليها بركة مملوءة ماء وأشجارا باسقة في الفضاء، ورسم الشمس الصفراء في السماء، وقال للبطة: تعالي نسبح معا في بركتي، فهي على الأرض جنتي. إذن كانت هذه حكايتنا اليوم. موعدنا إن شاء الله في حكاية أخرى. دمتم على خير، وإلى اللقاء أعزائي الصغار.